هذه في الملف ديال بن سخسيك. تفضل معنا وذكر الناس فين من الاول. السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنوجه النداء لامير المؤمنين السد العالي بالله، دام لك النصرة ايد يا صاحب جلالة، كرفع صوتي الى مقامكم العالي بالله، ربي يشافيك ويعافيك ويطول العمر ديالك ويحفظ مولاي حسن مع مولاي رشيد والاسرة علوية. جديد القضية السابعة. عاد سيدنا، عاد سيدنا يبغي اللي يبغي ويكره اللي يكره، سيدنا هو اللي كاين ومولاي حسن ومولاي رشيد، والله ينصر الاسرة العلوية الشريفة. صاحب جلالة كنوجه النداء الى مقامكم العالي بالله بحماية الممرضة الشاهدة فاطمة الزهراء، أنا خالة اللي تقتلت مصيحة شيفا في 20 غشت القتل عمدا وطرد صود وسبق الإصرار وسيد راش كاين بناج تبع القتال وحش آدمي كيبات في الزنقة عرضة الستاسيون، بغا يبدا يكذب على البوليس وبغا يبدا يكذب على المحكمة. المحكمة الموقرة ما كتلعبش والمحكمة راه نازية. أنا طايق بقاعة سبعة لأن كاين إجراءات وطول الملف 27/9/2021، ولكن كاين عندنا أدلة ديال الشهود اللي خصهم يحضروا. قال لك باغي يعطيو مساعدة قضائية. المساعدة القضائية كي خصها تعطى لواحد إنسان نقي مع الله ومع العبد. فين وصل الملف اخويا؟ قال لك غنعطيو مساعده قضائيه، حيت دابا شي وحدين كيبداو يهيطروا على اللي جا يقول لك انا صحابي، هو ماشي صحابي. ولكن كنشكر هاد الناس رشيد، ها هو كنشكرو شوف كنلقاه في الحفل ديال الولايه، كنلقاه في المحاكم سهران على العمل ديالو، اما وحدين كيتملقوا وكيبندقوا لعباد الله وهز بونجا وتليفون يقول لك صحابي. وكما قال وزير عدل تثبت لي انك انت صحابي، اعطيني كارت انخراط، اعطيني البادج، انا اللي وحدي كنعترف بهم. هو رشيد الواجهه، عبير عبد الله رشيد هو كيسمع الانباء صلاح، اما ما تبقى كنشوف تيفي سعيد ولا فاطمه الزهراء. حتى فين وصل الملف؟ ندخلوا في الملف فين وصل؟ لا الملف باقي دابا كاين بالنسبه للمحكمه الموقره كانت دايره اضراب، راه مغلوبين على امرهم لان ولا واحد الضغط عليهم. اما بالنسبه للاستقلال القضاء ما عند حتى شي واحد يدخل في القضاء، القضاء راه هو اللي كاين، راه كتحط لهم 400 ملف، ها خصو توين يتوضا يصلي يتوعد ولادو، راه قضاة نازيين. دابا بالنسبة كاين اليوم الإضراب، ما كاينش معاه متكلم، وإلا ما كانش محامي راه ما كاين والو، حنا دابا تحطمنا في هذا الملف ديال الدرية، تحطمنا، وبالنسبة لواحد الشعب عالي ناض كيبدا يهيطر. واش عندكم شي اثبات باش كتبداو تهضروا؟ اللي بغى يهضر بنت اختي يمشي يغسل فمه بدواء السنان. بنت اختي راقيه ونقيه، ما عندهاش مع القهوي تشرب ولا القهوي ديال الشيشه ولا شنو هو. سبب التصفيه على الصفاله هذا قالك النوع ديال باغي يتجوز الصحه. ولا طلعتي معايا سي رشيد مع كامل الاحترام، طلع معايا لشارع مول ادريس وسول الناس وبحث الناس وغتشوف طونوبيكه كيبات فيها. هذا فايت تبريت منه شحال من خطره. اما واحد القبيله واحد العائله ما فيها ما يتشاف، هذا 15 عام وكيبات الزنقه كان بغى يشرب الماء. بغى يتزوج هذا كما كتقول ما هذاك وبغى يتزوج. هذا سيدي كان شنق على جداه يدبر راسه معاه، قتلها ولا تقتلو ماشي شغلنا فيه. خاون طونوبيل بنكرير نسيبو، عنده عامين صوابق، واللي كان طالب من والد الامن ولا السيد مدير العام الامن الوطني الله يرحم لك امك في القبر، مدير عام كنطلب منك تعطي التعليمات لوالد الامن يبحث على المجرم القتال اللي قتل الدريه 27/9/2021، يبحثوا شحال ديال الصوابق اللي عنده. عنده اللي كنقولهم انايا، عنده 5 سنين ديال جداه وعنده 2 عامين ديال نسيبو. واش داتو الضابطه القضائيه ورجال الدرك بلي بلي دابا حاكم ما والو باقي ما يتحاكمش لحد الان. قال لك باغي يعطيو مساعده قضائيه، حيت دابا ملي كنجي نشوف المساعده قضائيه ولا كيعطيوها صحاب السيوفه مع شنو ولا القتل عمدا، لا يعقل انسان كيطلب دابا مساعده قضائيه. كينوض واحد من النواب مع كامل الاحترام، راه كاين السيد عبد النبوي الله يجعل فيه بركه، وكاين السيد العلوي السيد داكي الله يجعل فيه بركه، التواضع اللي عطاه الله. دابا الملف باقي ما كاين فيه والو، واللي كطلب من السيد الداكي الله يجعل فيه بركه
سيتي طلب استقبال وجاوبني عليه على اطار مساعده قضائيه. اما واحد بالنسبه كنائب ولا كيتدرج كيغطي على كيغطي على الماليه كيغطي على جهاز الوقايه المدنيه. علاش؟ شنو رسالتك اليوم؟ نعم شنو رسالتك اليوم؟ رساله اليوم اللي كنوجه نداء لصاحب جلاله والسيد عبد النبوي والسيد الداكي مع السيد وكيل عام ورئيس اول له اعدام 294 و393 و393 كما تحكم ولد بشوش قاعه 8 العائله عندنا تحت مات له اعدام. واش قتلتي خصك تموت ياك. ها الفصول اللي كاينين كندوي بهم انا كاين مسطره جنائيه كاين حتى محكمه استئناف. ولهذا اللي كنوجهنا للرئيس ديال الصحافه يجي يدير واحد التحريات في هذه المحكمه استئناف. راه ولات بحال المرشي عاد اللي جاي يدير بور جاي يدير تليفون يقول لك انا صحابي وما بعدنا على الصحافه. اللي كنقول انا وكنطرح انا السؤال اللي مطروح وهو المحكمه الموقره يعطيها الناس اتساع ويعطيو الناس اتساع القودات. اما جي علي جا باغي يحطم القودات هذا هو المفهوم اللي كنقول. القودات راه ملي كيدخلوا وشاد الملف من تسعود سير معتاد الله السبعه د العشيه 8 د العشيه ل 10 د الليل راه فوق من 400 ملف كتحكم تما. دابا شنو رسالتك اليوم؟ اللي عنده استقلال القضاء ما خصو واحد يدخل فيهم. شنو رسالتك اليوم اخويا؟ الرساله اللي كنوجه الله يجعل ربي ينصر سيدنا. هنا كاين المسؤولين ما قادنش على المسؤوليه كيتخباو في البيروات وبارك على المشاريع وتضرب الملايير وهذوك ما كيتحاكموش. الفرقه الوطنيه ما كتكذبش والمحكمه الموقره ما كتكذبش كتصفي ولو تطول به كتطبق قانون. رسالتك باش نختموا السي عزيز. انا واضع الثقه في المحكمه الموقره في قاعه 7 واضع فيهم الثقه مع كامل احترام. هذوك الناس ما يقدر عليهم الا الله سبحانه وتعالى راه مغلوبين على امرهم. واحد لو ستريس عليهم الضغط كبير تما عندهم ولادهم عندهم الاهل ديالهم خصهم يبركوا معاهم. ملي كيدخل دابا الملف 9 الصباح يا اللي كيتاخر يا اللي غتبدا فيه المرافعه كيبدا هذا المحامي كتبدا هذه المحاميه كي غيكون القاضي كي غيكون الكاتب بالضبط. اش كطلب لهذا السيد الاستقبال؟ انا كنطلب الاعدام. واش قتل؟ ما تقولش هي المؤبد اعدام. دابا شحال من عائله تحطمات خويا تحطم اختي تحطمات غاده في الزنقه كتبكي جايه في الزنقه كتبكي. يلا انا دابا اللي كنذكر معاك حاليا مريض واقف على امري مرضي ولا خطر. ها اللي جاي بدي يكذب على الملك في نهاية الحكومة اللي كتبين الملك كتوجو كذوب الملك الملايير كتخسر كتوجو الملك كذوب عطي الملك اتساع ما خصكمش تبقاو تسلموا عليه كاع. أنا كنطلب الله كنطلب الله ينصر سيدنا ما يبقاش يسلم على هاد الأوباش بالنسبة لي أنايا. وعاش الملك عاش الملك كتوجو لي كذوب. اللي كنقول لكم أنا واحد الإنسان اللي بانت لي فيه الثقة تامة أنا كنشكره شكر تام هو السيد مهيدية مع السيد داداس عزيز هما اللي كنشكر في الدار البيضاء كاملة. شكرا عزيز. عندك مضيف؟ الله ينصر سيدنا والله يجعل بركة مولاي حسن مع مولاي رشيد وأسرة علوية.